انت مدمنه يا نادين؟ الايه؟ مدمنه يا نادين؟ مدمنه جيم. مدمنه جيم. جيم بعشق الجيم. ده ادمان ايجابي. ايوه فرحانه بروح الجيم، زعلانه بروح الجيم، جعانه بروح الجيم، لدرجه ان انا يعني بقى عندي عزله مع الناس والمجتمع بسبب ان انا مقضيه ثلاث ارباع حياتي في الجيم. انت انا مش عايزك تقولي الحاجات دي بقى لحد خالص عشان هتتحسدي فمش هتروحي الجيم تاني خالص. خلي بالك انا بقى ليه انا بقى تشجع الناس اللي حواليها وتبقى هي طاقه ايجابيه ليهم ويروحوا معاكي الجيم، صح يا نادين؟ بس انا عايزه اتكلم في نقطه ان فكره ان الاستغناء عن الحاجه ممكن تخليني ابطل ادمان. يعني انا مثلا كنت بحب الاكل جدا، فلما بدات استغنى عنه شويه بقيت بحب الجيم. مثلا السكر، كنت بحب السكر على كل حاجه، في القهوه، في السكر، في الشاي، يعني في الشاي، في كل حاجه. فبدات اقلل شويه شويه لحد ما بطلت السكر خالص. القهوه مثلا انا دايما مدمناها، لو ما شربتش قهوه كل يوم بنهار ما بقدرش اكمل اليوم. بس قبل رمضان لازم ابتدي استغنى عنها شويه بشويه عشان اقضي رمضان كويسا. ده فكره ان انا ممكن بسهوله جدا يعني اقلل ادماني لاي حاجه. ده وارد، يعني انت عندك قوه اراده. برافو عليكي. يعني بحتاج قوه اراده. شاطره والله يا مدين. ده اسمه ادمان ايجابي. طب يا ريت الناس كلها تبقى مدمنين ادمان ايجابي زي مدمنين جيم. مدمنين زي كده حاجه كويسه. شكرا جدا يا نادين والله. شكرا جدا. باي باي.